في الاول كان عندي بعض الالام قبل ما نبدا الفيروس كورونا. كنت كنعاني من بعض الالام في الركبه ديالي في مقابله ديال البطوله الوطنيه. وفاش بديت الكونفينمون هذيك الراحه اللي قبل الكونفينمون خلات الاصابه كيف كنقولوا تهمد شويه، ما بقاش عندي ذاك الالم اللي كان. صافي فاش رجعت لونطريمون في الحجر الصحي مع الفريق ديالي ما بقيتش نحس بها. فاش استدعانا الفريق باش نبداو التدريب الجماعيه، واحد كيف كنقولوا فومون في لونطريمون هو اللي وقع لي، هو اللي جدد لي الاصابه ديالي. فاش بعد تشخيص الضربه كان عندي المينيس كيف كيقولوا غضروف الهلالي هو اللي كان تصاب فيه تمزقات وبعض خدوش، هما اللي خلاو اصابه صعب شويه. صافي الفريق ديالي طبيب فريق سي طيب العيساوي اتصل بطبيب المنتخب سي عبد الرزاق هفشي، صافي قال بلي العمليه بلي اصابه خاصه عمليه جراحيه. الحمد لله جيت لكازا درتها دازت بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. حنا دابا راه في فتره ديال الراحه ان شاء الله وفي الترويض باش نرجعوا ان شاء الله للتدريب مع الفريق. بالنسبه للمده ديال الراحه تحددت 3 اسابيع، اللهم لك الحمد غدا مزيان. بالنسبه للترويض حتى هو غادي مزيان، كنتمنى ان شاء الله رجع صحه جيده للفريق ديالي. بالنسبه لنهايه الترويض غتكون ان شاء الله في 1 ولا 2 غشت غتكون نهايه ديال الترويض، وبالنسبه للعوده غتكون ان شاء الله بين 5 حتى 7. كيف كنقولوا المشوار الكروي ديالي بدا من الفريق اللي هو الوحده، كاين في العصبه الدار البيضاء، كيمارس عصبه الدار البيضاء. الحمد لله في لعبت معاه وانايا في السن اللي هو صغير ديال 17 سنه 18 سنه، حققت معاه اهداف كثيره. حققت هدف الموسم 2 مواسم هنا في العصبه الدار البيضاء. الحمد لله من تما التحقت في فريق الاتحاد البيضاوي، قدمت معاه واحد الموسم حتى هو اللي استأنس باجواء ديال الهوات والديبلاسمون ولي ماتش الكبار. كعارف بعد الموسم اللي قدمت مع الاتحاد البيضاوي يعني في فتره الانتقالات الشتويه التحقت فريق اتحاد الزموري خميسات. الحمد لله لقيت اجواء مناسبه وارض خصبه باش نتالق تما في الخميسات، اللهم لك الحمد. الموسم الاول لعبته حتى النهايه ديالو ما كانش واحد الموسم اللي كبير، على عكس الموسم اللي من بعده دخلت كراس حربة في بداية الموسم، اللهم لك الحمد كملت الموسم كثاني هداف من بعد لعب جوزيف كومبوس بساليش ب 15 بيس. الحمد لله أنظار كانت كتجه ليا من طرف الفرق القسم الأول، كانوا عندي عروض كثيرة من أولمبيك خريبكة من الجيش الملكي. الحمد لله وقع الاختيار على المولودية الوجدية اللي كان اختيار كيف كنقولوا بعناية، لانه كنت ما خاصك فريق اللي تالق فيه واللي يكون حتى هو فريق فتي اللي يخليك انتيا تكون داخل المجموعه والضمه الرسميه ديالك بواحد السرعه، ما تبقاش تسنى الدور ديالك باش تدخل وتدير سميتك وتقدر ما تكونش في المستوى وترجع تبدا من الصفر. اختاريت المدير الوجدي لعده اسباب، والحمد لله ما كانش اختيار ديالي عبثي، الحمد لله عطى النتيجه ديالو عطى الاكل ديالو. والحمد لله كنبغي نشكر الله على هذه المسيره اللي قدمت مع المولوديه الوجديه. بالنسبه للتعلق ديالي مع وجده صراحه جا من الاعانه ديال الفريق اللاعبين كاملين. بالنسبه للعطاء ما يمكنش لك بوحدك تزيد بالفرقه القدام، يعني الا ما كانوش لاعبين في المستوى اللي غيعاونوك ويقدموا لك الاضافه باش انت تكون مزيان ما يمكنش تكون في المستوى. الحمد لله لقيت المسانده من طرف المدرب بشكل اللي هو كبير صراحه، عاوني بزاف وثق فيا، وهذه اهم حاجه. لاعبين الشباب كيحتاجوا لثقه، يعني اللاعبين موجودين لاعبين عندهم مؤهلات كبيره لا في الهوات لا في قسم ثاني، ولكن خاصهم المدربين اللي يثقوا فيهم. الحمد لله الثقه هذه لقيتها في سي عبد الرزاق في سي عبد الحق بن شيخه وبمساعده ديال الاصدقاء ديالي اللي خلاوني نضرب هذا المستوى الحمد لله هذه الموسمات. بالنسبه لي من بعد التالق ومن بعد ما تسمع اسم خافي في المدينه في المقابلات الوديه ديال البريسيزون في بدايه الموسم، الحمد لله لقيت جمهور اللي معايا ساندني بزاف عاوني بزاف رحب بيا. الحمد لله كيكونوا التشجيعات خارج في المدينه فاش كنكون خارج هكا بوحدي كنلقى تشجيعات، يعني تحيه من الناس الوجديين كيشجعوك كيعطيوك كلمات اللي كتزيدك فخر راسك، يعني كنبغي نقدم لهم الشكر وكنقول لهم شكرا. وبالنسبه للجمهور بريغاد وجده صراحه ما كيبخلش عندنا بالتشجيعات ديالو،
كيشجع اللاعبين بواحد الشكل اللي هو دوري، كيخليك انك تفتخر بحمل فريق قميص المولوديه صراحه. بالنسبه للاهداف الشخصيه صراحه كنت كنطمح نكون هداف الموسم، ولكن بالنسبه لهذه الاصابه هذه غتغيبك بعد مقابلات اليوم 4 حتى 5 المباريات، قدرت تخرجك من السباق على المنافسه للهداف، ولكن الهدف ديالي اللي كنشوفه قريب ان شاء الله هو نتجاوز 10 الاهداف هذا الموسم. بالنسبه لي كاول موسم في القسم الاول يعني تسجل 10 الاهداف هو عدد لا باس به، يعني في اول موسم تسجل ان شاء الله الاهداف هذو غنكون ان شاء الله حققت المبتغى ديالي، وان شاء الله المواسم المقبله نحقق الاهداف اللي قد ما كانوا قد ما زدتي ان شاء الله تزيدوا الاهداف حتى هما يكبروا. اهداف جماعيه صراحه هو احتلال المراتب الاولى، ما نقولوش نلعبوا على البطوله حيت البطوله كتعرف صراع حتى لاخر دوره، وحنا باقيين على بعد 10 دورات باش تنهيو الموسم. الهدف الاسمى ديالي هو نبقاو ان شاء الله في المراكز الاولى مع الفرق المقدمه ونحققوا موسم كبير ان شاء الله باش نحققوا مشاركه خارجيه ان شاء الله في نهايه الموسم. بالنسبه للعرض اللي ماشي كيف كنقولوا ماشي عرض رسمي، كاين فريق اف سي كوبنهاغن اللي اول مره غادي نقولها، كانوا بعد اتصالات من اف سي كوبنهاغن، وكاينين عروض من البرتغال من دول اللي هي اوروبيه مستوى اللي جيد، وان شاء الله ما بغيتش نفكر دابا في هاد العروض هذه حتى ان الموسم ديالي مع الفريق الوجدي، وكنتمنى ان شاء الله اللي في الخير تكون مكتبه لينا ان شاء الله. هنا في المغرب اسم ديالي ارتبط بفريق الوداد البيضاوي، وشرف لي كبير انني نحمل فريق قميص كفريق الوداد البيضاوي، وان شاء الله كاينين عروض اللي هما خارجيه اوروبيه وخارجيه، وكنتمنى ان شاء الله نحسن في الوجه ديالي من بعد ما انتهاء الموسم. الا كنت غنكمل مع الفريق الوجدي يعني شيء مزيان، ما كنتش غنكمل ان شاء الله نحسن في الوجه ديالي ان شاء الله بعد نهايه الموسم ان شاء الله. لا صراحة بالنسبة لي أنا نهضر معك بصراحة يعني كنشوف راسي أنني قادر نخوض تجربة خارجية وقادر أنني ننجح فيها، لأن المستوى ديال الكرة العالمية بشكل عام أنها ولات قريبة لبعضها، يعني الكرة الإفريقية حتى هي تطورات، ويمكن لنا دابا ويمكن جميع اللاعبين اللي في مستوى جيد يتألقوا في بطولات أوروبية. بالنسبه للمنتخب الوطني صراحه واحد شرف وواحد الفخر كتحس به فاش انك تنادى لك الاسم ديالك باش تكون في المعسكر ديال المنتخب الوطني. ما لعبتش في مقابلات لي كثيره، لعبت كنظن مقابله وديه هنا في الرباط، ولعبت مقابله كونتر لاغيني، الحمد لله استانست بالاجواء وحسيت براسي انني قادر نكون في المجموعه وقادر نعطي، وكنتمنى ان شاء الله انني نكون في المستوى ان شاء الله في المعسكرات الجايه وفي المقابلات الجايه ان شاء الله نكون حاضر ونقدم الاضافه للفريق الوطني. بالنسبه للسي حسين عموته فهو صراحه مدرب اللي كيعطيك افاده وكتستافد منه بزاف، وكيخدم في المكامن اللي عندك النقص فيهم كيخدمهم معك. بالنسبه للمنتخب الوطني الاول فهو طموح كل لاعب مغربي صراحه، فاش كتقول انك تحمل القميص المنتخب الوطني الاول فان خاصك محتم عليك انك تالق في الفريق ديالك سواء هنا في المغرب او كنتي في الاحتراف، يعني ضروري انك تبقى في الواجهه. بالنسبه لهجوم المنتخب المحلي صراحه كاينين دراري في المستوى كطلع الاسماء هنا في الفرق المغربيه اللي كيقدموا مستوى جيد وكيخليوك انك كيخليوك كيكونوا انهم حافز ليك باش تكون في المستوى حتى انت وتخدم راسك وكتبقى منافس ان شاء الله تنافسوا على داك الموقع اللي هو صراحه فخر لكل مغربي انك تكون راس حرب المهاجم المنتخب المحلي، فهو صراحه شيء اللي كيطمح ليه اي لاعب مغربي. وكيف قلت لك اي طموح انه يكون خاصو يكون مع الخدمه، ضروري تكون الخدمه ديالك باش انك تقدر توصل لذاك المركز.